هذه خيرات بدنية رأي قبل كسال كل ما راح النظام بحس عارك في هذا إن كل عدنا حركة عروس تمام شو كوش مين الحين من مين تبيه عبدي الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد كثيرا الدنيا بارنا فيه ورايا كل يا رجاء يا أبي شكرا بس هو سلام يا مثل هالكلام هذا يا أبو نصر فراي سيد يا قانك يا حيرو خاتي أنا كل ما هقول كسر حركة قادس ترى معروف من الحين الحمد لله يا غرب السورية إنه مرب هالكلا أكرم على المسلمين كهار كرم أنا سيد يا بقول يا بقول سفر عشرة هاي سالك واحد إن حكينا سوكا تصرفا حركة رجاء قوي لا كهار يا وسمعت بالنيو وهيك يشبه غير يشبه وقته إذا كان في شوية شمالا شو هو عدو خطة في مشي بيريد أنا أقول لك إن شاء الله تعالى مشي بيريد هو هذا الكلام اللي كان يسمعه بالنيو للديمقراطية في كل طلاب سنة المرة اللي دي حلقة أفكر مرة كان يقول إجمله وأنا يح أنا كل بعرف من أنا كل يوم أنا مدي ليها كلا بين الكلام كل قبل حلب أي كشرة كذا جيت قرط والأولاد وكذا عدم تعي وحال اللونين متى هذا قدوميه قبل كسر أيوه أي حلف لك قارن دكتور دكتور أي كقارن كلام كسر ما لها هي كحكومة هان حكومة مصبيحي ما لا في شغلة صح ديار بارا هاي ما في شيء شغلة ديار بارا هاي ما في شيء شغلة فوتا مواد مركلة بارا هاي مركلة بارا هاي من يرى وصحاب السياسة مدير كتشرين فتشبه لك إذا صحاب السياسة بلكا هاي المستقبل اللي هنكي جارا ديار هاي رانا ديار بارا هاي الحكومة دا هاي المصد به لا شغلة وكي شغلة وهي عن بلكا إذن يبدك إذن كلام كرية إذن الله عنه شغلة بسيو كلام إذن يقول لك عبد الرشيد لا أبدا نسيب إيليا هنا ديار هاي شغلة وهي تلوي في الصالة على النبع هنا ندري التالي هاي لك تلوي حارة هاي مواد انتعيد بلكي طبعا تفاصيل لك إذا حالة جودة جبل كسول وكسر يعني هذا تاني تاني هي تكلم جودة لو كنا بنجيب أي واحد كتير وحلا واحد وعطاهم أي كتير كنا على بعد كنا إيه شيء إيه في بطل أشكر فديان تاني شو تو واحد على البيانة وما أنت تقول لك هذا غير تكسر أو على كأمور اللي مشي تو ولا ما هدي يعني ست يا سبيل أو كره أو كتير أنا بقول كم مشي تو على وا 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 والله هذا في بدن إيه ما تقول الكفر اللي أتاري راتي أنا كتير على هيك كل شيء يدينا إلى ما نعم صار صدق هيك ده تورك تاعنا ما مدل كودن ده سامن كله لكن بيرهان هذه هذه بود كي يلا أول بقى لكن تبي وكسنا كنا يا بلال رحمة كي يا ولد هذا بس كي بيه عيني والله بعد هذا كتير يعني سنة شهر كان كان جا هذا كل ما بيه هذا المصيبة العربي وأنا أجي أروح بالليل أيوه بدون يحكي أنا هاي يقول كان كنت أجي صرايا ويجي مالي إذا أنا رايح صاير يوم يقدر يستعجل يدان من سرير تاني قبل أقول كان إيش قلني وأنا لا أنا هاي هدري هدري أنا حموس أنا هدري هاي أنا خانك وأنا طبعا أنا يقدر يستعجل أنا أكثر طال الله صلى الله عليه وسلم كبر كبير أنا هدري هذا يوم نصنع هاي عند خيره عندما هذا اللي نوره سيدا كوبان اي اعطنا سيسي عن قوله جيه مانا قول ان شاء الله ايام من الهدى شكرا